السلام عليكم حبيباتي، اليوم جيت نقدم معكم كنافة سورية كتجي رائعة. عندها مقادير بساطين موجودة في كل بيت. تقدروا تعدلوها بزاف التعميرات. أنا عملت لي عندي متواجد في الدار. زينتها باللوز وشوكولا بلون بعد ما عملت فيهم العسل واللوز. المقادير عندي هنايا الكنافة، شريت الطازجات، استعملت هاد المكادي ديال الترك، كتجي رطبة ما كتجيش قاسحة. قطعت طريفات ودوبت شوية الزبدة، ودائما في الكنافة ولا البقلاوة كنستعملوا الزبدة الحيوانية اللي ما فيهاش الماء. نكبو شوية، انا نعملشي بزاف دي بياس. صافي كنحاولوا ندخلوا الزبده في الكنافه ديالنا. كنجيبوا الطاوه ديال لي كوب كيك، كنعملوا فيها واحد الكميه، كنعمروها مزيان. صافي كنجيبو الدلاك ولا اي حاجه مدوره اللي نضغطو بيها في الوسط باش كتمنى فحال العش اللي فيها البلاصه فيها نعملو التعميره. ضغطنا عليها في الوسط هيدا انا ضغطت عليها بالدلك. صافي كندخلوها الفرن درجة الحرارة 190 من الفوق ومن التحت، كتعطينا هاد اللون الذهبي. دوبت شوية د العسل. صافي كنسقيوها وكنخليوها تبرد باش كتشبر الفورمة ديالها، باش ملي كنجيو نحيدوها كتجينا سهلة في التحييد. انا حيدتها بسباتو لان سباتو د القومة كتحرك، كتجبدنا الكنافة بطريقة ما كتهرش. المهم اللي عملتو لها العسل بحال هيدا وكتخليوها تبرد كتشبع راسها. تقدروا تعمروها بلا كريم باتيسيير، تقدروا تعمروها بلا كريم ديال النشا والحليب ديال التعميره المهلبيه اللي متوفر في البيت، ولا بالشوكولا نوتيلا. تقدروا تزينوها بالبيستاج بالكركاع. صافي خليتها تبرد شويه، دوب شويه شوكولا بلون شوكولاته البيضاء. صافي كنعملو واحد المعلقه في الوسط. حاولت نوزع باش تعطي المنظر.
حنا الجو برد عندنا بدات كتبرد لي كتجمد لي شوكولا، رجعت سخنتها شويه في البان ماري الحمام ماريا. صافي وزينت من فوقي باللوز اللي ديجا مقلي وطحنته في الطحانة. صافي ملي بردت جبرت راسها جبدتها بسباتشو بحال اللي قلت لكم، كتجي رائعة في المذاق، غتجربوها تعجبكم. هادي كنافة الحلبية كيقولوا لها ديال الحلب، وكيبقى التزيين اختياري بالبيستاج ولا بالكركاع ولا باللوز ايفيلي محمر. كنتمنى الوصفة تكون نالت الإعجاب ديالكم، وإن شاء الله الفيديو لاحق.